صباح الفل، احنا رايحين جنينة الحيوانات. لطيفة جدا اللي ممكن الواحد يجيب فيها اولاده من هم صغيرين خالص، من سن سنه سنتين ثلاث سنين اكبر. اللي الطفل بيبدا الاول يشوف الحيوانات يعرفها، يعرف ان في فيل، في قرد، في زرافه وهو صغير خالص. بعد كده لما يكبر شويه يبتدي يقرا بقى ان هو ايه فيل افريقي مثلا، فيبتدي يعرف ان في قاره اسمها افريقيا، ان في قاره اسمها اسيا وهكذا. زي الاستاذ حمدي الوزير الحيوانات لازم تفضى عشان طبعا من المعلومات اللطيفه عن النعام ان هو اسرع من الحصان. مش عارف المعلومه دي صح ولا غلط، بس هو فكره اسمه اصلا. الحاجات المهمه لو انت خارج ومعاك بيكنيك بوكس زي ده كده، ان انت تاخد الكوشكشي دي معاك، تحط عليها الحاجه ده ايه ده؟ زينة معلوماتها حلوة عن الحيوانات، يعني أول ما شافت ده قالت لي ده فار. برافو يا زينة، برافو عليك. يلا زينة، يلا زينة، وما تجتهديش بعد كده. يلا. سبحان الله، يعني الرزاق يعني هم بياكلوا من الزبالة بتاعة البشر اللي بيجوا بنية الحيوانات اللي هم أصلا مش محسوسين فيها. سبحان الله. دي فراخ تحس ان هي ملهاش ريش، يعني لو ركزت كده تحس انها كوره بيضاء، مش مفيش ريش. سبحان الله. يلا يا زينه تاني. يا اطراف ده انا عم افريقيا. تاكلي مين؟ ايه؟ اكل الاسد زي احد القرارات اللي زينه خدتها انها هتاكل الاسد. الحمد لله هناكل الاسد. يلا مع الاسد ومش خايفين يا ملك الغابه. قولي ملك الغابه. مع ان النهارده اول ما نشوف الاسد نشيط كده وبيتحرك وبيزقر، اسد اصلا قاعد ميتان هنا. بس بشر ازاي سبحان الله، جامده جدا. من الافكار اللي كان نفسي اشوفها في بيت هناك الترابيزه دي، والحمد لله شفتها. دي يعني ترابيزه البيكنيك، يعني مشهوره قوي، يعني بيكنيك تيبل هتلاقيها طلعت لك على كده. موجودة طبعا في كل حضارة الدنيا. إلا هو ما سمعش ولا إيه؟ سمعت يا دي بصوت تحية. سقفوه على البيت. انزل يا جابر وادي صوت تحية. سامع سقفوه يا ابني. بص سقفي يا زينة، سقفي تامر. بص النيل تحت الغابة كده. تعالى عايز يهدي الأولاد. زينة اسمك ايه؟ مبسوطة؟ قعدنا بقى شوية عشان نفطر. بيكنيك بوكس بتاع بيكنيك بوكس ولا بيكنيك باسكت؟ بيكنيك باسكت. بيكنيك باسكت بتاع الحاجة أمي، بقاله عندنا سنين طويلة يعني. وده ينقل لك بقى ثقافة المصريين زمان كانت عاملة ازاي، كانوا بيحبوا قوي موضوع البيكنيك دوت، وبيعملوا بيكنيك في أماكن مختلفة، جنينة الحيوانات وجنينة الأرمان والهرم حتى كانوا بيطلعوا يعملوا فيه بيكنيك. ظبط بقى حالك، ترمسك وسندوتشاتك وكوباياتك ونسكافيه. خلاص خلصنا فطار وهنتحرك ونكمل. زينة زينة فطرتي؟ لا. ايه زينة كلت بس هي عاملة نفسها لسه. الحمد لله اللون الصغير منه لونه بيجي اللي قاعد ده. سبحان
سبحان الله. الكبير لونه جراي خالص. فرس النهر اللي هو السيد قشطه. فرس النهر شرس بطبيعته، خطر جدا على الانسان. فين زينب؟ فين زينب؟ ولا اسمه ايه؟ ده ام مازن. ام مازن؟ ام مازن دي بنت جاره خرجت بلاد. هات ايدك يا زينب. اعلي بابتسامه يا ام مازن. يلا يا ام مازن. اعلي بابتسامه. بصي بصي يا زينب. بنت زي الفل اهي. بصي بصي. موضوع تسميه الحيوانات ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي الحيوانات بتاعته طيب. او الخيل بتاعته يعني كان محمد. كان ليها اسماء مختلفه. الزرافه للاسف مفيش فرصه ان احنا نوصلها يعني قافلين عليها جامد مش عارف ليه. للتوثيق بس يعني احنا مش هنخش، وده المتحف الحيواني ده ممكن يبقى فيه بقى تماثيل وحاجات كده، فطبعا انا مش عايز بس زينه يعني، انا عايز اتحكى بالحيوانات نفسها اكتر شويه. انا بشوف اي بط في ميه بفتكر همنت مستر ده. بس جامد قوي. بس ده بليه. حلوة الحركة اللي كانوا عاملينها دي. زنا الله عسل قوي بيلعب. يلا اديله تاني، اديله فص. شايفه؟ بندور على بيت الفيل لقيناه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.